كلمينا النهاردة عن وجودك في حفل مرور 20 سنة على تأسيس مدينة الإنتاج. بصي، مدينة الإنتاج دي هي يعني المفروض إن هي يعني خلية نحل، استوديوهات، حياة، أعمال فنية، كل واحد فينا ليه ذكريات فيها. فبتمنى لهم التوفيق وبقول لهم ألف مبروك عقبال ما يفوت عليها 200 سنة، مش بس 20 سنة. اللي بتتمنيه في المستقبل لمدينة الإنتاج؟ تبقى خلية نحل، ما تبطلش شغل. طبعا احنا كلنا جايين فرحانين بالمدينة ان يا رب تبقى 120 سنة، لانه طبعا هي عملت معانا فرق كبير جدا مدينة الانتاج بالنسبة لاماكن التصوير والاستوديوهات والفضائيات اللي طلعت منها. يعني هي عندها بصراحة رصيد كبير جدا من النجاح الاعلامي والفني كمان. انت كمخرجة بتتمني ايه للمدينة في المستقبل؟ بتمنى انها تبقى قد كده 10 مرات. يعني المدينة انا عاوزاها تبقى منتجة وموزعة، وهي اللي تعمل نهضة للسينما وللتلفزيون تاني، وهي بتشغل للتلفزيون كتير، بس هي لازم تشارك برضه في الفن السينمائي علشان في مشكلة. فاحنا بنتمنى انهم يساعدوا معنا في الجزئية دي. اقول لها مبروك وكل سنة وهي طيبة. وانا بالنسبه لي ده يعني مدينه الانتاج دي جزء من حياتي، انا قضيت نص مشواري الفني هنا يعني تقريبا يعني. فبقول لها مبروك كل سنه وهي طيبه، وان شاء الله ربنا يدينا طول العمر ونحضر اليوبيل الفضي بتاعها. بنرحب بالنجمه الفنانه الكبيره نبيله عبيد عبر شاشه فوشي. اهلا بيكي. يا اهلا بيكي يا حبوبه، اهلا بيكي. عايزاكي تكلمينا النهارده على حفل تاسيس مدينه الانتاج الاعلامي منذ 20 عام، تقولي ايه للمدينه؟ لا، اقول لها هي دي المنبر المنبر الاعلامي بتاع مصر. يعني هي دي اللي اتعمل فيها حاجات واتبنت فيها حاجات، دي اللي عملها الاستاذ ممدوح الليسي، اتبنت فيها حاجات يعني احياء زي حي اسكندريه والاحياء الريفيه والاحياء، يعني كانت بتوفر علينا حاجات كتير جدا جدا ان احنا بنصور جواها ما نطلعش نصور خارج. يلا، بتمني للمدينه في المستقبل، بتمنى لها التوفيق على طول، هي هوليود الشرق. طبعا انا سعيده بوجودي في الحفله، وخصوصا ان انا قدمت اول مسلسل لمدينه الانتاج الاعلامي سنه 2000 اسمه ضبط واحضار، وحاسه ان انا ليا في المدينه جزء كبير. مبسوطه، لانه انا مبسوطه ان حفلك بلدي بيرجع تاني ان شاء الله وبقوه، ولازم ابقى ورا. ايه اللي بتتمنيه في المستقبل لمدينه الانتاج؟ انها ترجع تاني تنتج بقوه وفي ازدهار. اقول لهم واقول لنا كلنا يعني كل سنه واحنا طيبين، لانه احنا طبعا فخورين بيها، وكنا نتمنى ان احنا يعني ما زلنا نتمنى ان هي فيها امكانيات اكبر بكتير هي من اللي احنا وصلنا له، واحنا نتمنى انها تفضل تعلى اكتر واكتر، ويبقى الشرق الاوسط كله وبعد كده الشرق كله والعالم يعني يبقى عندنا بيصوروا عندنا. طبعا انا فرحانه جدا لاني 20 سنه فاتوا من عمرنا احنا قضيناهم في مدينه الانتاج. اكيد ان انا عامله 25 فيلم، عامله 12 مسرحيه، 12 مسلسل، كل ده انا قضيته في مدينه الانتاج، شوارع خارجيه بقى، برامج عملت هنا في مدينه الانتاج. عايز اقول لك ان الوقت كله قضيته في هي صرح كبير جدا يعني فني، وكان يعني الفتره اللي احنا كنا ماسكه كانت مزار لكل وفود العربيه. انا شفت تقريبا معظم يعني زوجات الرؤساء في الدول العربيه، ورؤساء كتير جدا كانوا بييجوا يتفرجوا على الاستوديوهات واحنا بنصور. يعني كنا بنوقف تصوير كتير جدا عشان الناس يشوفوا. يا رب كل حاجه ترجع زي ما كانت. مدينه الانتاج الاحلامي جزء من حياتنا، فصعب قوي ان انا اقول لك يعني ايه ولا ايه ولا ايه، لكن طبعا شيء سعيد يعني بيسعدني انهم بنحتفل النهارده ب 20 سنه. مشروع ابتدى عملاق، وان شاء الله الظروف الجايه هتبقى احسن واحسن، وباذن الله هنشوف انتاج كويس وقوي باذن الله. ميلادي كان هنا، وده انا فانا ده فرحه، ده يعني ده بيتي، دي فرحتي كبيره بجد. يعني بتمني ايه للمدينه في المستقبل؟ بتمنى ان زي ما عملنا حاجه مشرفه كده، يعني انا كان نفسي يعني انا وهم بيتكلموني قلت لهم يا رب نعمل حاجه مشرفه الناس كلها تتكلم عنها، فانا مبسوطه كده لان شفتها بحاجه بمنتهى الشياكه والجمال، فانا فرحانه قوي. بتمنى بقى الاستمرار، وبتمنى ان ترجع تشتغل زي زمان، ويبقى الاساس من هنا والباقي كله يشتغل من حوالين المدينه. ده من امنياتي المدينه.
الحقيقة أنا مبسوطة جدا، حاسة إن الحفلة دي رجوع للمدينة مش بس احتفال بعشرين سنة عليها. المدينة كان كبير قوي، مصر محتاجة له جدا، وإحنا كفنانين محتاجين له جدا في الفترة دي. مبروك يا رب، إن شاء الله تبقى بداية خير تاني. بقول مدينة الإنتاج الإعلامي أمبراطورية الفن كله، أمبراطورية الفن، كل سنة وهي طيبة، عقبال 100 سنة 200 سنة وتعمل لنا أعمال عظيمة زي اللي عملتيها، وتقدم لنا فنانين من خلالك جمال، وكل سنة وهي طيبة، وبرحب بالوطن العربي كله. أكيد سعيدة جدا جاية وأنا فرحانة من قلبي، لأن مدينة الإنتاج الإعلامي دي ليها ذكريات كتيرة عندي وعند أي فنان طبعا، وهي حاجة تشرف أي مصري بصراحة. إيه اللي بتتمنيه في المستقبل للمدينة؟ إن الناس تعرف قيمتها أكتر، يعني هي قيمة كبيرة جدا بالنسبة لنا، فإن الناس تعرف قيمة المدينة دي بشكل كبير، وإن الإنتاج يرجع بشكل قوي جدا في المدينة. أنا سعيدة يعني بصراحة إنه أنا موجودة في الاحتفال المهم ده جدا، لأنه مدينة الإنتاج صرح يعني عظيم وصرح مهم، وأتمنى إنها تتطور، وأتمنى إنها تفضل في الصدارة، لأنه طبعا في حاجات كتير قوي طالعة في بلاد كتير وهتطلع على مستوى عالي، لكن أنا بشوف ان احنا هوليود الشرق ولازم نفضل معتزين بالموضوع ده، ولازم نشتغل على الموضوع ده دايما، انه يبقى عندنا مدينه متطوره حديثه فيها كل الامكانيات الممكنه عشان نكمل في انتاج عظيم متميز. يعني كلنا مبسوطين وفخورين الحقيقه، ومش مصدقين الرقم برضو، 20 سنه ده رقم، بس لما يكون صرح اعلامي كبير كده الحقيقه الواحد فخور بيه، لانه احنا يمكن اكبر مدينه انتاج اعلامي، بعدين دول عربية كتير ابتدت تعمل الموضوع ده، فدي حاجة تشرفنا وحاجة تسعدنا، وأعتقد أنه مفيش إعلامي النهاردة في مصر مش هيكون موجود علشان نحتفل كلنا بالصرح الكبير ده. يعني مبسوطة طبعا جدا وسعيدة قوي قوي أن أنا جاية حفلة لمدينة الإنتاج، لأن أنا حقيقي بحب مدينة الإنتاج، وعملت أعمال كتير تابعة لمدينة الإنتاج، وكانت أعمال مميزة وقيمة. يعني مين فينا ما صورش في مدينة الإنتاج، ومين فينا ملوش ذكريات مع مدينة الإنتاج؟ أنا كنت بصور فيها من أول ما ابتديت تمثيل لغاية دلوقتي، ومفيش حد فينا ما صورش في كل ركن من أركان المدينة، إذا كان برامج أو أفلام أو مسلسلات أو أي حاجة، يعني إذاعة، فوتوغرافيا، يعني المدينة مشروع مهم وعظيم، وأنا سعيد بيه. يعني لما كلموني ودعوني أنا كنت سعيد بيه جدا، كنت حابب إن أنا أشارك فيه. يعني أنا أصلا بحب مدينة الإنتاج الإعلامي جدا، كانت من أهم الجهات الإنتاجية في مصر، وليها شنة ورنة، وإن شاء الله راجع بإذن الله. طبعا إحنا فرحانين جدا إنه مر 20 سنة بسرعة كده على هذا الصرح العظيم، اللي إحنا هي كلنا يعني بنفخر إن إحنا عندنا حاجة لا تقل عن Universal Studios، ويمكن هي بس محتاجة رعاية أكتر واهتمام أكتر من الدولة، علشان يبقى يرجع تاني في حراك فني وفي مسلسلات وأعمال كبيرة ترجع زي الأول، اللي هي مالية الشاشات دلوقتي. كل القنوات المتخصصة بتاعت الدراما بتلاقي الأعمال دي القديمة اللي هي فيها الشغل ده هو اللي شغالة. طب والأعمال بتاعت زمان بتاعت كام سنة اللي فاتوا يا جماعة ما بتعرضوهاش ليه؟ تيك اواي، انما ده الاصل. خمسه وما وخمسه ونيو وخمسه، يلا بقى. ايوه بقى، انا عزم جاي بفيفي عبد الله اهي.